أول ما يلفت انتباهك عندما تتقرب من المساجد العتيقة في الجزائر تلك الأسرار التي تهمس بها حيطانها، جدران تحكي قيما علوية تعرف بحقيقة الحرية وتحمل أفكارا وهوية. تلك المقامات حفظت لقرون طويلة روح الأمة الإسلامية وثقافتها، فغدت جزءا مهما من الماضي وسطرت لأجيال عديدة خارطة واضحة لطريق الفتوحات الكبيرة التي أخبرتنا عن أهمية الحكم الراسخ المكين الذي يبني قوته على العدل وإرساء الحق. يقول إدوارد بروي في تاريخ الحضارات العام: ظهر الإسلام كالشهاب الصادع فحير العقول بفتوحاته السريعة القاسمة. نحن أمام شعب كان بالأمس الغابر مجهول الاسم مغمور الذكر، فإذا به يتحد ويتضام في بوتقة الإسلام. هذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية اكتسحت جيوشه ببضع سنوات الدولة الساسانية ورفرفت بنوده فوق الإمبراطورية البيزنطية في آسيا وإفريقيا. لم تلبث جيوشه أن استولت على معظم إسبانيا وصقلية وغربي أوروبا وجنوبها، وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربي الإسلامي وتدحرجت التيجان عن رؤوس الملوك كحبات سبعة انفرط عقدها النظيم. واستطاع الإسلام الهيمنة على كل تلك الأمصار بفضل الله ونصره، ثم بالقرارات الصائبة التي فصلت في مصير المسلمين، خاصة بعد أن سحقت الحركات النافرة المتكونة من المنافقين وأعداء الإسلام، هؤلاء الذين عملوا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على إحباط همة المؤمنين وعزيمتهم، ورسمت المناهج التي أضاءت طريق النجاحات في بيوت سجد فيها لله المتقون الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. ذهبوا إلى المشارق والمغارب أينما حل هؤلاء المسلمون، أي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإدراكا منهم لأهمية هذه المؤسسة الدينية المحورية، أقاموا مسجدا، ولهذا أصبحنا اليوم نتكلم عن المسجد الأثري، عن المسجد القديم، عن تاريخ المساجد عموما في العالم الإسلامي، ووطننا الجزائر لا تشذ عن هذه القاعدة لأن شعبها أقاموا منذ أن اعتنقوا الإسلام شرعوا في إقامة المسجد في كل تجمعاتهم. نعم. كذلك الحال في مدينة نس الساحلية الواقعة بولاية شلف، أين بني مسجد سيدي معيزة في القرن الرابع الهجري في عهد الكتامي المعز لدين الله الفاطمي، وكان قد أيد من طرف قبيلة مغراوة إحدى قبائل الزناتة التي كانت من أول القبائل اعتناقا للإسلام ومساندة لعقبة بن نافع في حملة الأطلسي
في 683. وقبيلة مغراوة هذه دخلت مع إدريس ابن عبد الله رحمه الله مؤسس دولة الأدارسة. هذا إدريس ابن عبد الله الذي اضطهد بالمشرق وهرب إلى المغرب ونصرته هذه القبيلة، دخل إلى تلمسان، والقبيلة هذه جاءت وتمركزت بوادي الفضلة. تمركزت قبيلة مغراوة في بني راشد، وعندما تناقلت إليها الأخبار من لدن الركبان والقوافل التي كانت تأتي هنا، أخبروهم على أن البحر قريب منهم، فجاءوا إلى هذه المنطقة، إلى منطقة تنس. هذه تنس الحضر هذه التبنت في القرية تبنت في 1875، أنت يعني في التاريخ تاعها قلبت يسمى القرن التاسع ميلادي، وبناو مصلى يسموها سيدي بالعباس، ومن بعد مسجد سيدي بالعباس 25 سنة من بعد بناو هذا المسجد هذا اللي يسموه سيدي معيزة. وبعد تحالفهم مع الأدارسة تعاهد بنو مغراوة في القرن العاشر مع أموي الأندلس، فعلقوا في النزاع الأموي الفاطمي حتى انقلبوا في أواخر القرن العاشر إلى حلفاء للفاطميين. هم سموا أنفسهم الفاطميون، وبعض الناس رفضوا هكذا مذهبيا ومنش عارف أنا وسياسيا، رفضوا أن يعترفوا لهم بانتسابهم لفاطمة التي كانوا يرون أنفسهم بأنهم من 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 منحدرون منها، يسمونهم العبيديون. العبيديون هذا أتى بقبيلة كتامة جزائرية من الحجاز، وناصره وأقام دولته هنا. لماذا؟ لأنهم شموا فيهم رائحة آل البيت. إذن المسجد في 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 هذه الربوع، هذه هي الرسالة التي أداها على مدار التاريخ، وهذا الذي يسجل له أنه علم الناس كلما وجدوا عند أي واحد شيء يعجبهم ولا يتناقض لا مع النقل ولا مع العقل تمسكوا به. تمسكت قبائل المنطقة بدين الإسلام، وكان أول من أمّ بالناس في مسجد سيدي معيزة الشيخ سيدي عبد الله التنسي، وبعده الشيخ سيدي أحمد أبو معيزة. أتبنى بالكيو بالحجرة والطين، رقم شتو اللي هي تقولها الموتيف اللي راه هي خلوها باش للطلبه باش يشوفوا بنبني، يعني بنبني مبني الا بالحجره والطين، ما كان فيه لا حديده ولا سيما. فيه 40 ساريه 40 عمود نتاع حجره، وما فيهم ثلاثه نتاع الرخام، ها واحد ها زوج ها ثلاثه، و40 تاج تيجان هذو، وكل تاج عنده يعني شكل تاعو ما يشبهش اخوه، كل واحد يشبه يعني عنده شكل واحد اخر. وعلى عكس الجهود المبذوله للحفاظ على التاريخ، شهد التراث الديني الاسلامي المادي ضعفا في الحفاظ عليه، رغم ان المساله محوريه في بناء الهويه وخوض معركه الوجود في وقت ترسم فيه الاستراتيجيات للتشكيك في حقيقة التاريخ الإسلامي ومقوماته الجوهرية. هذه الضفايونس اللي داروها وكل ما يجمع هذه تنقلع، ماشي خطب لي يقول لك كي نبغوا نرموا يعني آثار ما نبدلوش الوجه تاعو، لأن يعني نرموه كيما كان ما نبدلوش الصفة تاعو. هذه هنا كانت اللجنة نتاع اللي ما يعرفوش مساكن، ونهار اللي جاو يرموا كل ما يلزم داروا الشيء هذا، سوا ديزم عشان وخر نديروه ما يندارش كيما. وهنا الفوق شو كان، نزيد نقول لكم حاجة ما نساوهاش، أم كان واحد الغيران هنا في التيجان، باقي ما شايفينهم، شوف غيران الفوق في التيجان كانوا دير الشاتورات، يعني الشفرون نتاع العار من هنا وهاك اون كاري قاعدين. هذوك الساتورات هذوك يسموهم بالروميه لي تونون،
هادو شا يشدو باش يشدو باش يشدو يعني بيليا مع وقتها وكا وين كاين يعني الزنزلة قلعوهم بالحقيقة بالحقيقة يرجعوا قلعوهم. فالحفاظ على التراث المادي الإسلامي المهدد بالتحويل ليس فقط لصيانة التنوع الثقافي الذي يطالب به هنا وهناك، إنما الأهمية تكمن في جلالة الرباط الحسي والمعنوي الذي يصل المسلمين بماضيهم الحافل بالقيم والفضائل، يكمن في هويتهم المتجذرة في تاريخ عقيدة ونظام حياة شامل.